تنبعث من شارعه روائح القهوة العطرة التي تحاكي أحداثاً وأحقاباً عاشتها مدينة بغداد. يعد متنفساً للمثقفين والكتاب والعوائل البغدادية ليبتعدوا قليلاً عن مشاكل الحروب والأزمات الاقتصادية والاجتماعية اليومية التي يعيشونها. احنا بالنسبة لرضا علوان يعني صار فترة هواية كلش تردد عليها، فلاحظت تطوراته من كان شيء بسيط لحد ما توسع. واللي ميزة انه الناس اللي يجون هنا الناس راس راقين، ناس مثقفين ومختلط، يعني مختلط انه بنات وشباب وناس كبار بالعمر، ناس فنانين ودباء. يعني انا واحد من الناس، من اجي هنا كنا حتى باوقات اللي كنا طلاب وندرس هذا نشوفه يوفر لنا فالجو حلو مرتب. رضا علوان ضاف لي هواية من الأشياء، سواء كان بالندوات اللي تصير هنا أو باللقاءات أو بالتعرف على الناس. تعرفت على هواية ناس، ناس كبار بالعمر، ناس صغار من العمر. قدرنا نكون مجموعات، مثلا أنا أرسم وهاي، فلقيت ناس يحبون الرسم، نتعلم شغلات سوية هنا، نسوي حوارات. ضمن نشاطاته الثقافية يقيم المقهى ملتقى يجمع المثقفين والشعراء والكتاب في أمسيات شعرية واجتماعية تناقش شموم الإنسان العراقي. حقيقة اليوم يعتبر مقهى رضا علوان من المقاهي المشهورة الثقافية الذي ارتاده الكثير من المثقفين والأكاديميين، وخاصة من الشباب الذين وجدوا مأمنا حقيقيا بعيد عن كل الضوضاء وبعيد عن الدخان والقضايا الأخرى، الألعاب التي تتواجد الآن في المقاهي. لا يمكن للمارة في بغداد أن يتجاوز رائحة القهوة التي يتميز بها مقهى رضا علوان الذي أعاد الروح إلى ساكني الكرادة. فالمقهى الأنيق هو ملتقى ثقافي مهم وركيزة يعول عليها المثقفون والشباب لعرض نشاطاتهم في قاعة كبيرة خصصت للعروض السينمائية والنشاطات الثقافية الأخرى. لقناة اليوم، فاطمة دليمي.